حرصت العتبة العباسية المقدسة على تقديم خدماتها على كافة المحاور المؤدية إلى مدينة كربلاء، واليوم احنا في مجمع العلقمي، واحد من المجمعات الواقعة على محور باب الكربلاء، واللي يقدم كافة الخدمات للزائرين الكرام حسب خطة معدة مسبقاً، واللي راح نتعرف على تفاصيلها من خلال لقائنا بأحد المسؤولين. يعني احنا بعد التوكل على الله ومباركة السيد المتولي الشرعي العتبة العباسية والتأكيد من قبل الأمين العام باشر كوادرنا الفنية والخدمية وتهيئة المجمع، حيث تهيئة الإنارة إضافة إلى الحدائق لاستقبال الزائرين، إضافة إلى تهيئة المضيف لطبخ وجبات الطعام. هيئنا المضيف، وسعنا مكان الطبخ تقريباً في 400 متر وسعناه للطبخ فقط، 3000 متر استحدثنا مربع لاستقبال الزائرين فقط للرجال، إضافة إلى 3 مثقفات أو قاعات مكيفة كاملة بالسباليت فقط للنساء استحدثناها في هذا العام. يومياً تقريباً في المبيت بين 2000 إلى 3000 زائر رجال، إضافة إلى النساء تقريباً 3000 زائر يومياً مبيتهم هنا في المجمع. عندنا بالنسبة للوجبات، يعني الوجبات اللي نقدمها للزائرين، يعني نبدأ من 4000 تصاعد إلى وسط العام، عندنا باليوم الواحد تقريباً 25 إلى 22 ألف وجبة طعام. عدا الأكلات السريعة، يعني السندويشات مثلاً القص والكباب، تقريباً يوصل عندنا يومياً 100-150 ألف سندويشة، إضافة إلى الحلويات، يعني تقريباً باليوم فد 200-300 كيلو من الحلويات توزيع، إضافة إلى العصائر. عندنا مفرزة طبية، حتى عندنا يعني عمليات صغيرة، هاي مع اتفاق مع رئاسة صحة كربلاء، وعندنا مفرزة صحة الديوانية، هاي تستقبل الزائرين من يوم 10/0 إلى نهاية 40، مفرزة كاملة يعني جاهزة بكل أحدث الأجهزة الطبية. احنا عندنا اتفاق ويا التوجيه الديني لاستقبال الزائرين، يعني للتوجيهات الدينيه، اضافه الى المركز الثقافي مع قسم الاعلام مباشر من العام، يعني العلاقات الجانبيه الاستاذ ماهر، واحنا وياهم مباشرين في عندهم محطات موجوده على الشارع. عندنا داخل مثقف الرجال والنساء هم صلاه جماعه، يعني للنساء عندنا الجامع الداخلي للنساء صلاه جماعه موجوده، اضافه الى الرجال هم عندنا صلاه الجماعه مع اتفاق من التوجيه الديني العتبة العباسية. تقريبا احنا كادرنا المنتسبين ما يقارب ال 120 منتسب في مجمع العام، اضافه الى من 120 الى 150 متطوع يحضرونا من مؤسسه قمر بني هاشم. بعد يعني تفويج الزائرين ورجوعهم الى اهاليهم، يعني احنا هنا نحس بوحشه حقيقه، يعني تحس بشيء مفقود يعني عندك، لان ازدحام والناس تستقبلها وضيافتهم، من يطلعون تحس انك فد وحشه صارت عندك، يعني فتحزن، نتمنى تبقى الزياره مو 20 يوم، نبقى اشهر حتى نخدم الزائرين. كل هذه الجهود المبذوله من قبل هذه المواقع عملوا على مدار الساعه ليرسم هذا العمل أجمل صور التكافل الاجتماعي الذي تحرص العتبة العباسية المقدسة على تحقيقه بين كوادرها، ليكمل الزائر الكريم طريقه بسلام إلى مدينة كربلاء.